انا اسمي جامو الجامو من سوريا. نعم. كمان انا عندي ولد اسمه موسى الجامو، اخذوه سوسيال مني تقريبا صار له سنه. نعم. واخذوه من دون اي سبب، بدون اي سبب ضمن العائله، اسبابه هي كلها انه في مشاكل بينه وبين الانسه. مشاكل بينه وبين الانسه وبين المعلمه تبعيته، ما كان بده المدرسه، طلب نغير له المدرسه فقط لا غير. لما نحن التجأنا للسوسيال طلبنا منه نغيروا له المدرسه، فتحججوا على الصبي وسحبوه مني. نعم. حطوا قالوا لي 3 شهور بنرجع لك اياه. 3 شهور بنرجع لك اياه وما رجعوه. فانا لما جيت طلعت على القرار، طلع في القرار انه الاهل موافقين انه ناخذ الولد يعني منهم. كاذبين السوسيال. اي لما انا قريت القرار قولوا اشياء لم تقولوها. انا ما قلت. نعم. ولا لا انا ولا امه. نعم. نحن ما بنعرف انه يخدم له ولا له سنه كامله. سنه ما شفته مشرد في الشوارع، صار اسم الطفل المشرد. طيب ليش مشرد في الشوارع؟ ما تقدر تاخده؟ ما بقدر باخده، خلص عليه قرار الالف او. انا ليش طلبته؟ لانه قلت انه نحن ما قلنا لكم خذوا ابننا. نعم. فحطوا عليه قرار الالف او وما عاد يرجعوا لعنا خالص. يقول لك الولد دوم في الشوارع هربان 10 ايام 15 يوم من محطه لمحطه من مكان لمكان ومش قادرين نعمل شيء. يعطيك العافيه. هذه السيدة المسنة المغربية تقول إن السوسيال انتزع أحفادها 3. تفضلي حجي. سنة وثمانية أشهر. سنة وثمانية أشهر. نعم. لم يخلوا أمهم وأبوهم يشوفهم. طب شو الأسباب؟ البنت الكبيرة قالت بأنها أمها تضرب. نعم تفضلي. عندها 9 سنين قالت في المدرسة إن ضربتها. نعم. البنت الكبيرة قالت في المدرسة إن ضربتها. إنك ضربتيها. ايه. أنت. نعم. أخذوا مع الطبيب وعملوا لي فحوصات وقال ما في شيء. نعم. وحتى الموكلة العامة يعني عفتنا من أي اتهامات. أخذوهم بدون علمي بدون ولا شيء. نعم. من هذاك اليوم من شهر 6/2020 لغاية اليوم ما شفت البنات. الثلاث. ما تعرفي مكانهم؟ بعرف مكانهم، بعرف هما بيسكنوا. طب. مش بعيدين عني وكله، لكن منعيني، بيقولوا لي ما عاوزين يشوفوك البنات. طيب كيف عرفوا انك 5 سنين 10 هلا وهلي على عندها 7، يعني كيف هاي البنات ما عاوزين يشوفوا امهم؟ البنات بدي بثلاثة مع بعض وما التقيت فيهم. ما التقيت فيهم. حكمت لي المحكمة بأني لازم أشوف أطفالي شهر 9/2020، وبعدين لغوا كله يعني السوسيال، أعطوني مكالمتين بالواتساب. ولما بناتي شافوني بالخصوص هاي الصغيره لانها كانت بتنام جنبي بقت الليل كله. الصبح اتصلوا بي ولغوا لي كل الاتصالات، قالوا لي بنتك بقت كثير وتاثرت.